دجلة بن سيابه وأبوها الفرات بغزارته، فيا زمان الوصل في شط العرب. بحيث لم أستطع أن أتصور زمان الصايغ إلا طفلة نساها الزمن وعاشت مع ذاتها لتكبر قبل الأوان، وتطلق قصائدها غزلا بالعيون الخضر وثورة على ديك ذكوري، تصور أن الفجر لم ولن يبزغ إلا بصياحه، مع الشاعرة زمان الصايغ. مساء الخير. مساء النور. أنا جدا سعيدة أن أكون جزء من هذا التجمع الرائع اليوم. راح أشارككم اليوم قصيدتين، القصيدة الأولى اسمها وعنوانها اقترب أكثر، والقصيدة الثانية عنوانها الزيارة والأخيرة. أنا أعرب، أوكي. هل هو يعرب أحسن؟ اقترب أكثر، إن الأماني لن ترحل عن سرير القمر. اقترب أكثر، الربيع سيطفئ فوانيس الضجر. يا حبيبي عدني إنك لن ترحل. حلوة. يا حبيبي عدني إنك لن ترحل عندما يطرق الشبابيك المطر ويختال الجفاء شفاهنا ويستعمرنا الغضب. فكر عني بقصيدة لا يعرفها القدر، تحت ضوء القمر الباهت نسمع نبض الطرقات وجع الخطوات، كي نرقص بجنون لا بد أن نتكسر، أن لا نخشى اللون الأحمر وما ستحكيه النجوم وما سينفيه الحجر. اقترب، هدم كل الجدران بيني وبيني، وامتطي خيل أوجاعي، وقل للشمس حرري عصافير ابتساماتي، وهاتي بألوان جديدة، هاتي بقبلات صباح تنمو على الشجر. اقترب أكثر، خذ وجع العين، وهات انفصال أيامي وقصائد شنقتها سهوا أقلامي. اقترب أكثر، اقترب مني، فأنا الغضب المحاصر، وأنا شفاه لا تع التفكير، وتقصير يرفض التعبير، أنا جسر اللغات الميتة، وأنا شعوب ترفض التغيير. الله الله. اقترب.